عرفك اتمشى يا باشا. الواد اللي بعتناه له عشان يضربه بالنار نفذ، ولما اتاكد ان الرصاصه دخلت في قلبه جري قبل ما حد يشوفه. وبعدين؟ معرفش، الارض انشقت وطلع واد تاني معرفش منين نزل من عربيته شاله حطه في عربيته تاني وجري بيه على المستشفى. انجز، مات يعني ولا ما ماتش؟ في المستشفى باشا بينزف ما بين الحياه والموت. وانت عرفت المعلومات دي منين؟ ما انا بعت واحد من رجالتنا يراقب الواد اللي بعتناه له عشان يضربه بالنار، هو اللي بيقول الاخبار اول باول. بس احنا كده مش في امان. يعني الشرار بيروعاش اتهمني بقتله. ساعتها حضرتك ترفع عليه قضيه رد شرف لانها تهمه من غير دليل، تشويه سمعه. طب بقول لك ايه؟ قول يا باشا. ابعت الراجل بتاعنا خليه يتقص من بعيد لبعيد، اوعى حد يشوفه. تلميذك يا كبير. الراجل هناك من ساعتها ومتابعني بالاخبار والتطورات اول باول، زي خدمه الاخبار اللي عند سعادتك على الموبايل. واخر حاجه بعتها لك ايه؟ صاحبك في المستشفى ما بين الحياه والموت، مش لاقي له دم عشان فصيله دمه نادره، يعني حتى لو طلعوا الرصاصه من قلبه برضه مش هيعيش. طيب روح انت دلوقتي. تحت امرك يا كبير. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. ألف حمد وشكر لك يا رب، ألف حمد وشكر لك يا رب. أنا فين؟ أنت في المستشفى يا حبيبي. عملت العملية، الدكتور طمني، شالوا لك الرصاصة وهتخرج على طول بإذن الله. رصاصتي إيه؟ وإيه اللي حصل؟ ولا حاجة حبيبي، أنت كنت سايق العربية، الناس طلعوا عليك، ضربوك بالنار، لولا واحد ابن حلال ربنا يكرم نقلك المستشفى وبرع لك بدم. انا مش عارفه كنا عملنا ايه. هو فين؟ موجود؟ فضل جنبك لغايه ما اطمن عليك، قال هيروح مشوار ويرجع لك تاني، ورانيا شكرته قوي. هي فين رانيا دلوقتي؟ راحت تجيب شويه حاجات من البيت وجايه. الحمد لله على سلامتك يا نور عين، الحمد لله على سلامتك. مش كنت نازلة؟ بعد يطلع ياسر الشوارب بيتعرض لمحاولة قتل. ده مين اللي حاول يعمل كده؟ هيكون مين؟ نعيم. معقول هيحاول يقتله عشان خد منه مناقصة؟ لا طبعا، عشان حرق له المخازن بتاعته. الله، ده كده عكت قوي قوي. وده بقى اللي قلقان، لسه بقول يا هادي وهنبدأ شغل. ده احنا كمان عندنا مشكلة تانية. ايه تاني؟ ده لسه بيت للبيت. ليه؟ ما تنطق ليه؟ قالت لي انا مش هسيبك تعملني حجه عشان تفضل جنب اختي. وهي ليه بتقول كده؟ معرفش. بس انا عارفه. وانا عندك في المكتب اخر مره تقريبا سمعتني. لما خرجت شفتها. اصلا؟ طيب. بقول لك ايه، انت الوحيده اللي تعرف ترجعها البيت. كلمي بقى معاها. طب هي فين دلوقتي؟ والله ما اعرف. الظابط خد اقوالك؟ ايوه. قلت له ان الموتوسيكل كان من غير نمر، وان الخوذه كانت مخبيه وش الواد اللي كان سايقه. طيب عايز. يا ريت بقى ما تغيرش اقوالك خالص في النيابه. قصدك يعني لو افتكرت حاجه جديده؟ يا ريت ما افتكرش حاجه من اصله. مش فاهم. بص يا عيسى، انا عارف ان انت كتر خيرك لحقتني وانقذتني كمان، بس انا مش عايز اقول اي معلومه للبوليس، فاهمني؟ انت مش عايز تعرف اللي حاول يقتلك ولا ايه؟ دي مشكلتي انا، وانا هحاول احلها بنفسي. وبعدين يا عم انا مش عايز اسبب لك اي اذى ولا اي مشاكل. خايف عليا يعني؟ طبعا خايف عليك. من ايه؟ اللي حاول يقتلني. لو عارف ان انت قلت اي معلومه ممكن توصل له، مش بعيد يخلص منك انت كمان. يا ريس الامر بيد الله.
بس تمام، لو انت مش عايزني اتكلم انا مش هتكلم. برافو عليك. استاذن انا بقى عشان عندي مشاوير كتير. مشاوير ايه؟ الغي كل مشاوير، ملهاش لازمه دلوقتي. مش فاهم. انا عارف انت كنت رايح فين يا عيسى. كنت رايح ادور على شغل. خلاص يا سيدي، اعتبر نفسك اشتغلت وتعينت من النهارده معايا. خلاص. ايوه بس مدامها كانت عايزه. سيبك من مدامها، انا هقول لها يا سيدي ان انا محتاجك وان عينتك معايا. وبعدين بعد كل دوت عمر ما هلاقي ولا اجدع ولا ارجل منك. اتفقنا؟ مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه يا عيسى. يا اما هعرف كل الناس ان انت بتصورني من ورايا، ولما يعرفوا اكيد هيرفدوك. ما انا لا ده ما ايه انت عايز تبعت الصور دي لمين؟ بتصورها ليه؟ لا والله العظيم ما عايز ابعتها لحد، ده انا عايزها عندي يعني على الموبايل عشان اقدر اشوفها في اي وقت. صباح الخير. صباح النور. انت عايزه ايه من مدام مها؟ معرفش هي جوه ولا لا. انا لسه جايه فمعرفش حاجه. صباح الخير. صباح النور. انت عايز حضرتك 5 دقايق. اتفضل. ايه؟ سيب الشركة زي ما سبت البيت؟ تعالي هنا، تعالي. انت عايز ايه؟ انا بكلمك، انا جوزك وما ينفعش تهربي مني اكتر من كده. انت مش جوزي، احنا سايبين بعض من بدري قوي، ومفروض بقى ان انت تطلعني رسمي. ما لقيتش شغل في شركة تانية جاي تسحب الاستقالة؟ لا انا جاي اعمل اخلاق طرف واخد الملف بتاعي. اخلاق طرف؟ يعني لقيت شغل تاني؟ بصرف النظر لقيت شغل ولا ما لقيتش، انا عايز الملف بتاعي. حقك. انا كمان قبل ما امشيك من شركتي لازم اخد حقي. في سلفه اديتها لك اول ما جيت تشتغل عندي، عايزاها. ايوه بس الفلوس دي مش معايا دلوقتي. مش مشكلتي، هسدد لك المبلغ على دفعتي. اسفه جدا، انت اخدتهم مني دفعه واحده، فلازم ترجعهم برضو دفعه واحده، زي ما انت عايز تمشي من عندي دلوقتي دفعة واحدة. ايوه ما انا قلت لك ان المبلغ ده مش معايا دلوقتي. خلاص يا عيسى، ما قدامكش غير حل واحد، انك تمضي لي وصلة امانة بقيمة المبلغ اللي خدته منه. انت كويسة؟ تعبانة شوية. طيب ممكن تسيبي عربيتك وتخليني اوصلك؟ تتعبش نفسك، ربنا يخليك، شكرا. لا معلش مش هينفع تسوقي وانت في الحالة دي. سيبي عربيتك وانا اوصلك.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه اللي جابك؟ جوزي وجاي اطمن عليه. ممكن بلاش اسمع الكلمة دي خالص؟ في ايه يا ياسر؟ على فكرة مفيش حد في الأوضة غيرنا. افرضي بقى أي حد جه في أي لحظة. يا سيدي سكرتيرتك وجاية تطمن عليك، اللي فيها؟ أنا كويس. تمام؟ ممكن بقى تفضلي؟ أنا افتكرت إن أنا وحشاك زي ما أنت وحشني. جوزي حبيبي اتعرض لمحاولة قتل. ما جيش أزوره يعني؟ ماما. أمل. إزاي حضرتك؟ إزيك؟ كتر خيرها جت تطمن عليا. طيب هروح أنا بقى أشوف شغلي. بعد إذنكم. اتفضلي. هيا ماما. ماما. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. ليه؟ جبت لي معاكي إيه؟ جبت لك كل حاجة أنت عاوزها يا حبيبي. طمني عليك، أنت عامل إيه دلوقتي؟ الدكتور قال لي كلها يومين بالكتير ونمشي من هنا. إن شاء الله يا حبيبي ترجع بيتك وتنور. هو ده المكان اللي سبتي بيتك علشانه؟ تعرفتي مكاني منين؟ سألت خالتك وقالت لي ان انتي طلبتي منها رقم سمسار. كلمت السمسار وقال لي على عنوان الشقة. ما تتعبيش نفسك. انا مش راجعة ولا البيت ولا الشركة. ليه بقى مش راجعة الشركة؟ ناوية تتطلقي مني زي ما انتي عايزة تتطلقي من علاء؟ انا عارفة انتي ليه مش عايزاني اتطلق من علاء. خايفة الناس يعرفوا ان انتي السبب. انا عمري ما هكون السبب في خراب بيتك، خصوصا وانا اللي ضحيت زمان عشان انت تعملي البيت ده. يا ريتك ما ضحيتي يا شيخ، يا ريتك ما ضحيتي. كنت سيبيني ما كملش جامعتي واصرف انا على نفسي واشتغل. اه صحيح ما كانش هيبقى عندي لا وظيفه ولا شركه ولا بيت ولا اي حاجه، بس ما كنتش هنام في السرير جنب جوزي ويحلم باختي. داليا كل دي اوهام في دماغك انت بس. دي الحياة الوحيدة اللي أنا متأكدة منها قوي. علاء مش غيران عليا زي ما أنتِ فاهمة. علاء بس خايف حد أتجوزه يكوش على فلوسي اللي هو أصلاً عينه عليها. أنتِ اللي طمعتيه فيكي. أنا كبرته عشانك أنتِ. أنتِ اللي استغلتي فقره وخليتيه يشاركك في النصب على أهل جوزك. أنا نصابة يا داليا؟ بعد كل اللي عملته علشانك تقولي عليا نصابة؟ أنا مش عايزة منك حاجة. وبعدين أنتِ عملتيلي إيه؟ علاء اللي جوزتهولي ده خلاص هنتطلق. البيت اللي جبتهولي انا مشيت منه. الشركه اللي انت معيناني فيها اللي هي شركتك خلاص انا بلم حاجتي منها وماشيه. اتفضلي. اتفضلي. ده مكتب مدير الحسابات. هشتغل معاه؟ لا هتشتغل بداله لغايه ما يرجع من السفر. هبدا مدير مره واحده؟ هو بنفسه هيفهمك كل حاجه وكلنا معاك. مش عارفه اقول لحضرتك ايه. يا رب اكون قد الثقه دي. قدها اكتر يا عيسى. ده الملف بتاعي. انا عملت اخلاء طرف من عند مها الغزالي. مها عرفت ان انت هتكون معانا؟ لا. وافقت تديكي الملف كده بسهولة؟ ايوه. اصلي اصل ايه؟ مفيش. انا قلت لها مش هينفع اكمل معاكم. انت مخبي عليا حاجه يا عيسى؟ لا طبعا. عامه مها لازم تعرف ان انت هتكون معانا. اكيد. خد بالك مها مش سهله خالص ومحدش عارف يحميك منها غيري. طيب شكلك وقع معايا في مشكله كبيره. عامه لو حبيت تتكلم اي وقت هتلاقيني موجوده. ان شاء الله. طبعا انا مش عايزه اي حاجه تاخدك من الشغل هنا. انا تحديت ياسر والكل وعايزاك تخليني اكسب الرهان. اوعدك يا فندم. باي ذا واي ده المكتب بتاعي. عيسى
عاوزاك تعدي عليا قبل ما تمشي، هصرف لك مرتب شهري. مش عارفه اقول لحضرتك ايه، كده كتير قوي. مفيش حاجه كتير عليك. عيسى كلمني عنك، قولي لي بقى ليه عايزه تطلعي؟ مش قادره اقعد معاه ومش قادره ابص في وشه. متجوزين بقالكوا قد ايه؟ 3 سنين. مفيش اولاد؟ لا، كنا مأجلين الخلفة علشان كنا عايزين نشبع من بعض. على كده انتوا متجوزين عن حب؟ راح فين الحب ده بقى؟ راح تحت رجليها. هي مين؟ اللي خدني معاها. يعني انت متأكدة ان هو بيخونك؟ هل شفتيهم مع بعض؟ هو يعني لازم يخوني بجسمه؟ تقصدي يعني ان هو كان بيخونك بعواطفه وحبها؟ هي ممكن تكون مش بتحبه ومش بتفكر فيه اصلا، بس محتاجه في حياتها. هل تعرفيها كويس؟ اي صاحبتك، قريبتك مثلا؟ هو انت بتسال اسئله كتير ملهاش معنى ليه؟ ما تديني ده وانا عايزه انام. هو انت كنت جايه لي عشان تنامي ولا جايه لي عشان اعالجك؟ هو انت عشان تعالجني لازم تعرف عني كل حاجه؟ طبعا، ولازم تعرفي ان اي حاجه هتقوليها لي مش هتخرج بره الباب ده. وانا مش هقول لك عني حاجه تاني، ومش هتشوف وشي تاني. أم الشطيخ. وبعدين بقى، يعني افهم من كده ان انت مع كل مرتب تخرجني خروجه حلوه زي دي؟ انا عايزك تطلبي كل اللي نفسك فيه. انا المره دي قابل مرتبين مش مرتب واحد. ماشي. البت رانيا دي شكلها جدع قوي. جدع ولا عينيها منك؟ يا دي النيله، خلصنا من قصه مها، نمسك في قصه رانيا. دي اخت صاحب الشركه، يعني مستحيل تبص لواحد زيي. هي فين وانا فين؟ هي بس كل الحكايه انها مستجدعاني عشان انا انقذت اخوها. طيب يا سيدي، طالما جدعه ومستجدعاك، كانت سلفتك ال 10,000 اللي مها ماسكاهم عليك وخصمتهم من اول مرتب. والله يا ساره كانت على طرف لساني، بس زي ما تقولي كده كرامتي ناحت عليا واتكسفت اطلبهم منها. خلاص، يبقى تسيبني ادور على شغل تاني. يا عيسى، ما هو انا لازم اساعدك، احنا علينا ديون كتير غير ال 10,000 دول. يا دي قصه الديون، هو احنا ما وراناش غير الموضوع ده؟ هو انت ليه بتهرب من سيره الشغل؟ قولي بقى كده، الموضوع مش قصه ديون. انت زهقتي من قعده البيت. الله، طب وفيها ايه طيب؟ يعني ايه المشكله لما اسلي نفسي وفي نفس الوقت اجيب فلوس؟ ماشي، بس المره دي انا اللي هدور لك على شغل عن طريقي. كفايه علينا اللي حصل لنا من ورا سيزيفت شكر عرموز ده. ماشي، اشرب العصير. جرية يا جماعة، ما يصحش كده. وانا داخل منطقة عسكرية ولا ايه؟ معلش يا فندم، تعليمات أمنية. أمنية ايه وبتاع ايه؟ ده انت ناقص تسحب الرخص مني يا راجل. انا اسفين لحضرتك يا فندم. خلاص يا ابني، خلاص. معلش يا مختار بيه. ايه ده، ما يصحش كده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ معلش، احنا اسفين حضرتك. ده شوية شوية كانوا هيفتشوني تفتيش ذاتي. لا لا، مش للدرجة دي. الشباب بس لسه جداد، ما يعرفوش كل الناس اللي بتيجي الفيلا. اتفضل، دخلوا عربية البيشي جوه. الله العظيم يا رب. المهم، طمني عليك انت. الحمد لله. رانيا قالت لي ان مامتك مش موجوده في البيت. ايوه، انا فاكر ان حضرتك جاي عشان ترجعها المطعم. لا، المطعم ايه، انا جاي لك في موضوع اكبر من كده واهم من كده بكتير. يا رب خير. خير ان شاء الله. طبعا انت عارف ان انا ووالدك كنا اصدقاء قريبين جدا من بعض، وفي الحقيقه هو كان وصاني عليكم قبل ما يموت، واتمنى ان انا اكون قمت بدوري على اكمل وجه. كتر خيرك. بكرة لما تكبر وتبقى في سني وتبقى محتاج حد ياخد بإيدك ويونسك ويكمل أحلامك اللي لسه فضلك في الدنيا، هتحس بتعرف الكلام اللي أنا بقوله كويس. في الحقيقة أنا دورت ستات كتير قوي أعرفهم، بس ما لقيتش أحن من والدتك. بص بقى، من غير لا لف ولا دوران، أنا جاي أطلب إيد والدتك منك.
أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة. لا أنا مش عاوزك تقول حاجة، أنا عاوزك تسألها الأول. أسأل مين؟ والدتي؟ هو من الواضح إن أنتوا كده بقى شكلكم متفقين. لا 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 احنا مش متفقين ولا حاجة، ده حتى هي ما تعرفش إن أنا جاي أكلم معاك في أي حاجة، بس اللي أنا متأكد منه إن هي كمان محتاجة حد يونسها ويقضي معاها بقية حياتها، خصوصا إن أنت وأختك طول الوقت في الشغل وهي طول الوقت قاعدة لوحدها في البيت. أنت بتتكلم جد؟ كان عندك حق يا سلمى. يارا رفضت تقعد مع أي حد غيرك. أنا ما كنتش هوافق تقعد مع حد غيري أصلا. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا سلمى. أنا اللي مش عارفة أشكرك إزاي. يارا هتونسني وتسليني لحد ما ترجعوا، صح يا يارا؟ صح يا سلمى. طيب. دي الشنط بتاعتها وانا اتفقت مع اتوبيس المدرسه يجي ياخدها من هنا. انا هطلعها كل يوم للباص بايديا وهرجع من الشغل بدري واقعد معاها. حبيبتي خلي بالك من نفسك اوكي؟ ونسمع كلام طنط سلمى. بحبك. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا سلمى. خدي بالك منها يا سلمى والنبي. خلي بالك من نفسك، انت عارفه انا بحبك قد ايه. يلا حبيبتي يلا قومي يلا بينا، عندنا طياره لازم نلحقها. باي يا سلمى. يلا بينا خشي. لازم نسافر. يلا بينا. باي يا الفايل اللي فيه كل الاوراق اللي لازم تمضيها لغايه ما ترجع الشركه. طيب اقعدي شويه عشان عايزك. في ايه؟ تخيلي انكل مختار جالي وطلب ايد ماما للجواز. ايه ده؟ شكلك ما استغربتيش ولا حاجه. هو انا كنت عارفه انه هيجي لك بس ما كنتش فاكره انه بسرعه قوي كده. اوكي. لا بس هو باين عليه مستعجل. انت قلت له ايه؟ لا لسه ما قلتلوش اي حاجه. مامي عرفت؟ بصراحه مش عارف ازاي هيجي له الجرأه واتكلم معاه في موضوع زي ده. تحب انا اكلمها؟ مش هتفرق كتير. المهم نفكر ونتفق هنرد نقول له ايه. هنرد عليه باللي ماما هترد بيه. لا هما اكيد متفقين ومظبطين كل حاجه، لان عمره ما هيجي له الجرأه والشجاعه انه إيه يكلمني كده من غير ما يرجع لها. ياسر انت اصلا عندك مشكله موت الجواز انكل مختار؟ اكيد طبعا انكل مختار او غيره اكيد، يعني مش وافق ان حد يجي هنا البيت مكان ابويا. وبعدين يا ريت بقى انت كمان تبلغيها ان هو جه وكلمني في الموضوع، وبلغيها كمان ان انا مش موافق خالص. ناقصه ايه؟ بص انا عندي ملحوظات قليله بس لسه هقعد مع رانيا اعرف برضه بقيه ملحوظاتها اقولها لك كلها مره واحده. وهترد عليا امتى؟ بالكتير يومين.
خلاص اتفقنا. اتفقنا على الشغل بس لسه ما اتفقناش على العشاء. انت لسه فاكر يا ياسر؟ ايوه طبعا. الحاجات دي بالذات بقى انا باخدها تحدي. خلاص يا سيدي نتحدى. قصدي نتعشى سوا. ماشي. طورت. عيسى؟ انت بتعمل ايه هنا؟ مها عيسى كتر خيره هو اللي قابلني يوم الحادثه ونقلني المستشفى وهو اللي اتبرع للدم كمان. وده بقى الملف بتاعك اللي انت سحبته من عندي عشان تيجي تقدمه هنا وتشتغل. مها عيسى خلاص استلم الشغل هنا. غريبه يعني ياسر ما قلتليش. ما جاتش فرصه. اتاريك سحبت ورقك بقلب جامد بس ما قلتليش يعني انك هتجيبه هنا. ممكن يكون الراجل يا ماما محبش بس يزعلك مني مش اكتر. يعني ليه حق ازعل؟ لا مش للدرجه دي بس انت تبقي عارفه بعد كل اللي حصل ما اقدرش افوت اي طلب لعيسى. صح صح. بعد اذنك. اتفضل. اشوفك قريب يا ياسر. سلام يا ماما. انا طبعا صاحبه فكره الرساله دي. كان كل همي ان انا اناقش المشاكل الزوجيه في سنه اولى جواز. ما عندكيش فكره انا تعبت قد ايه في الرساله دي لدرجه ان انا كنت بصحى من النوم عشان اصور المشاكل دي لايف. وطبعا كنت بتتعرضي لاصابات. ياه كتير لدرجه ان انا كنت بفكر أأمن على نفسي. دكتوره مريم، النجاح في الرساله المتميزه دي هتهديه لمين؟ طبعا ههديه لامي اللي صبرت عليا لحد ما خلصت رسالتي دي. وبهديها طبعا لدكتوري مشرف الرساله دكتور غربان. وطبعا بهديها لكل تلامذتي اللي هيقروا الرساله دي. بهديه لكل زوج وزوجه ان هم يقروا اكتر ويفهموا ان الحياه مش كلها مشاكل وان احنا ممكن نتجنب الحاجات دي. سجلت لي الحلقه؟ سعداء وان احنا ايوه يعني ممكن نستمتع بحياتنا. و ايه ده انت مش بتتفرج معايا ولا ايه؟ عايز انام. بس انا كنت مصممه برضو ان انا اخلص الرساله بتاعتي للاخر علشان الناس تعرف ان المشاكل دي ممكن نتجنبها من اول يوم. دكتوره مريم انا كنت سعيده جدا باللقاء معاكي النهارده وان شاء الله نلتقي في وقت قريب. ميرسي جدا. شكرا. مها الغزالي كانت عايزه تتجوزني وانا رفضت وسبت الشركه. ورفضت ليه؟ يعني ما حبيتش اغلط نفس الغلطه اللي غلطتها هي زمان لما اتجوزت واحده اكبر منها في السن. بس هي يعني مش اكبر منك بكتير وفلوسها تعوض كل ده. فلوسها هي فلوسها دي المشكله لان انا مش عارض نفسي للبيع. انت خدت ورقك منها ازاي؟ كتبت على نفسي وصل امانه ب 10000 جنيه. ليه؟ ما هو ده المبلغ اللي كانت مديهولي صدفه لما اشتغلت معاها. الشيك ده تصرفه بكره الصبح من البنك وطيران على مها وتاخد منها وصل الامان. خلي الموضوع ده بيني وبينك. لا شكرا انا مش هقدر اعمل كده. ده موضوعي وانا اللي هحله. وبعدين مش هسيبكم تخسروا مها الغزالي بسببي. تقصد ايه يعني؟ من بكره هدور على شغل في حته تانية. عن اذنك. خايف ما تجيش. انا ما كنتش جايه فعلا لحد ما لقيت نفسي تعبانه اكتر من الاول. طيب خلينا نبتدي من ساعه ما وقفنا المره اللي فاتت. انت بتشكي ان جوزك بيخونك عمين؟ Ah!
أختي. جوزي بيخوني مع أختي. أنت متأكدة؟ سمعتهم أكتر من مرة وهما بيتكلموا مع بعض. تقصد إن هي كمان؟ لما سألتها هي أنكرت، وأنا كنت متأكدة إن هي تتجوز واحد تاني خالص، لحد ما لقيتهم سابوا بعض. وده اللي خلاكي تقلقي إنها ممكن تكون رجعت تفكر فيه تاني؟ حتى لو ما فكرتش فيه هو بيفكر فيها. أنا أصلا ما بقتش أحبه ولا بقيت طايقاه ولا بقيت أغير عليه. أنا اعتبرت نفسي متطلقة منه من بدري. أنا بعد ما اديت له كل حاجة هو غدر بيا. ده لوحده كافي قوي إنه يقتل الحب، وحتى لو مش أختي. أنت إزاي تعملي حاجة زي كده من ورايا؟ هوشتي وأنا حرة فيها. كل ده عشان اتأخرت يومين على القسط بتاع شاكر عرنوس؟ القسط ده أصلاً أنت مالكش دعوة بيه، خليك في قصتك أنت يا عيسى. بس ده ما كانش اتفاقنا. يا عيسى غيرنا اتفاقنا، ما حصلش حاجة يعني. سامعة يا خالتي بتقول إيه؟ يا ابني هي ما تقصدش، هي خايفة عليك، مش عايزة تحملك فوق طاقتك. هو أنا كنت اشتكيت؟ ولا هي فاكراني هبقى فرحان وأنا عايش على وش الدنيا وشايفها بيتباع دهبها؟ وأنا كمان مش هفرح يا عيسى بحتة غويشة وأنا عارفة إن أنا ورايا ديون متلتلة. ان شاء الله هلاقي شغل تاني وسدد بقيه الاقساط بتاع سيزيفت عرنوس ده. مالكش دعوه بيا بقى يا اخي، مالكش دعوه بيا يا عيسى، مش هينوبك من ورايا غير كل هم وغم، وانت اصلا مش ناقص. ايه يا خالتي؟ دي قصه مالكش دعوه بيا دي. يعني خلاص مش هربطه بيا تاني، مش هفضل سبب فقره بقيت عمري. الكلام ده انت بتقوليه من ورا قلبك، انتوا الاثنين ما تعرفوش تعيشوا من غير بعض. كان عندها حق مها الغزالي لما قالت لي اللي بيحب حد بجد ما بيقفش قدام مصلحته. وايه اللي جاب سيره زفته دي دلوقتي؟ يا ريتني سمعت كلامها، يا ريتني سبته لها يتهنى بفلوسها. وخدتي منها المليون جنيه اللي عرضتهم عليكي؟ ليه لا؟ على فكره المليون جنيه دول كان ممكن يحلوا لنا مشاكلنا بقيت عمرنا. ساره دي الحقيقه، دي الحقيقه يا ماما اللي مش هنقدر نهرب منها. احنا فقرنا هيقتلنا، حتى لو سابنا عايشين مش هيرحمنا، هيفضل يذل فينا ويكتم على نفسنا بقيت عمرنا. يا عبيطه يا عبيطه، انتوا الاثنين عايشين بحبكم لبعض. اللي زينا يا ماما مش من حقه يحب ولادها. ولعلمك بقى انا من بكره الصبح هرجع اشتغل عند عرنوس. انت جنيتي. ولعلمك بقى عيسى مش هيسيبك ترجعي. عيسى مش هيقدر يمنعني، عشان هو نفسه هيروح يشتغل عند ما غصب عنه، عشان الفلوس اللي اديتها له واللي لسه هتديها له. عيسى عمره ما كان بيجري ورا الفلوس. مش كنت لسه ماسكه في ايده. بس خلاص مش هسيبه يتسجن واقف اتفرج عليه. لو بحبه بجد لازم احل عنه واخلصه مني ومن مشاكلي. ما تصعبهاش علينا يا مها، احنا مش عايزين نخسري ولا عاوزين نخسر عيسى برضه. ما كنتش فاكره ان عيسى غالي عليكم قوي كده. احنا مش هنقدر نتخلى عنه بعد ما انقذ حياه ياسر، وحتى لو اجبرتينا على كده مش هيرجع لك. هو اللي فهمك كده؟ لا هو ما قاليش كده بالظبط، بس اللي زي عيسى ما بيستسلمش بسهوله. أنا ما كنتش عايزاه يرجع لي. أنا أكرمته كتير وهو سابني فجأة. أنا بس كنت كارهة إن هو يبقى عندكم وأنا بشتغل معاكم. بتقولي كنت كارهة؟ آه كارهاه. بس لو أنتم متمسكين بيه قوي كده أنا ما عنديش مشاكل إن هو يشتغل معاكم. تصوري أنا كان أقصى طموحي تقولي سيبيني أفكر. لا يا رانيا، أنتِ مجيتك غالية قوي عندي. ولا عشرة زي عيسى يزعلونا من بعض. طب حل كده علشان نعرف نركز في شغلنا احسن. طبعا. ايه ده انتي رايحه فين؟ مش شربتيش حاجه؟ اطير بقى على ياسر اقوله الخبر الحلو ده. ياسر ولا عيسى؟ ياسر الاول.
عملها اخت الشاور بيخرجها مبسوطه قوي كده. مفيش، كبرت دماغي من الموضوع، عايزه سبته يشتغل عنده. كبرت دماغي ولا لقيتيها فرصه تشوفيه طول ما هو شغال معاهم؟ هو انت بتقول ايه؟ بقول الحقيقه، اصل هو لو راح اشتغل في حته تانيه جايز ما تشوفوش تاني، مش كده؟ يبقى كده. عارف انت بقالك قد ايه ما جيتش هنا؟ حبيبتي انا كنت في المستشفى. من قبل المستشفى وانت متغير، كنت بتبقى معايا وانت بتفكر فيها. هي مين دي يا امل؟ البنت اللي انا ما اعرفهاش، اللي خدتك مني طول الفتره اللي فاتت. حبيبتي وانت بتقولي ايه بالظبط؟ متستغربش، انا بسمعك من غير ما تتكلم، بحس بيك حتى وانت مش معايا. لو كنت عارف ان انت هتوصلي محكمه بصراحه ما كنتش جيت اصلا. بالعكس، انا عارفه ان انتوا يمكن دلوقتي تكونوا مش مع بعض، ممكن تكون هي بعدت من نفسها عشان كده انت جيت عايز تنساها بيا. ايه ده؟ وانا بقى المفروض ارد على الاوهام الكتير بقى اللي في دماغك دي؟ لا خالص، عايزك بس تفهم حاجه واحده، ان انت عمرك في حياتك ما هتلاقي حد يحبك زي ولا يفهمك زي، بس انا مش هينفع افضل طول الوقت بلان بي، هيجي وقت ياسر ومش هتلاقيني انا كمان. مش ممكن اوصل لنتيجه مع داليا قبل ما اقعد معاكي الاول. يعني افهم من كلامك ان انا جزء من مشكلتها؟ على الاقل هي فاهمه كده. هي قالت لك ايه؟ كرهت جوزها لما اتاكدت ان هو بيحبك. وطبعا قالت لك ان انا كمان بحب. هي لسه مش متاكده من مشاعرك ناحيته، لكن عارفه ان هو طبعا في فلوسك مش هيسيبك، مش هيبطل يفكر فيكي. علشان كده هي طلبت الطلاق؟ كويس قوي انها ما وصلتش لابعد من كده. واحده في مكانها كان ممكن قوي انها تفكر في الانتحار مثلا. انتحار؟ اي ست بتتصدم لما تعرف ان جوزها بيحب واحده ست غيرها، وبتزيد الصدمه اكتر لما الست دي تبقى اختها. دكتور انا عايزك تقول لها ان انا ما بحبوش وما حاولتش اخده منها. انا عايزك انت اللي تقولي لها كده وتفهميها كده بنفسك، عشان كده انا اتصلت بيكي. ولو صممت على الطلاق اعرفي ان هو ده الحل الوحيد للازمه اللي هي فيها. ياسر هو اللي بعتك ليا؟ ياسر بيه ما يعرفش ان انا عندك دلوقتي، وجايز لو عارف يزعل مني. يعني انت جاي لي من نفسك؟ انا جاي لك بالاتفاق مع هاني صرني. وجاي تبيع لي ايه؟ هدنه طويله مع مستر ياسر. هدنه؟ الجيم اللي بينكم تعبك على قد ما تعبه، وانتوا الاثنين مش هتعرفوا تركزوا في شغلكم طول ما انتوا بتحاربوا بعض. بس انا بقى ما بعرفش اشتغل الا لما يكون في حرب. ما كنتش فكرت تخلص من مين؟ اخلص من مين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ طمن، أنا الشاهد الوحيد، يعني لو سكت محدش غيري هيبلغ عنك. ده أنت جاي تهددني بقى؟ أنت لو وافقت على الهدنة ولا أنت ولا مستر ياسر هتحتاجوا تهددوا بعض. بس كل هدنة وليها شروط. اقعدوا مع بعض، واللي ليه حاجة عند التاني هياخدها. ومين يضمن لي إن أنا آخد حقي منه؟ أنا. ياه، للدرجة دي كلمتك مسموعة عنده؟
ما تنساش ان انا اللي انقذته من الموت، يعني بقى عارف كويس قوي ان انا مش عايز حاجه غير مصلحته. وليد جايب لك عريس. مش هقابله. ليه؟ عشان حضرتك عارف اني مشغوله مع يارا. يعني تحبي ناجل المقابله لحد ما يارا ما تمشي؟ او نلغيها احسن. ليه يا حبيبتي؟ وانت تعرفي العريس ده؟ لا. امال رفضاه ليه قبل ما تشوفيه؟ واحد شافني في النادي فقرر يتقدم لي، يعني تفكيره قديم ودماغه تخوف. وبعدين ده صاحب وليد وانا مش عايزه اي حد من طرفه. حبيبتي بس ده مش اول عريس ترفضيه، والاتنين اللي جولك قبل كده ما كانوش من طرف وليد. يا بابا انا مش عايزه اتجوز بالطريقه دي. طب عشان افهم بس، الطريقه هي اللي مش عاجباكي ولا في حد تاني؟ يعني حد تاني زي مين؟ انا خايف اللي في دماغي يطلع صح، والكلام اللي بيقوله اخوكي انك لسه بتقابلي شريف. يا بابا يا بابا انا اسمعيني، انا مش عايز اسمع رد منك دلوقتي، لا ولا لا. بس كل اللي عاوز اقوله لك كلمتين وتحطيهم حلقه في ودنك. الحب الحقيقي يا حبيبتي هو اللي بيكبر وتبقي فخوره بيه، مش اللي تخبيه وتبقي مكشوفه منه. فاهماني؟ تصبح على خير. ده شيك من عبد الله الشلقاني ب 200,000 جنيه، وده شيك من حسام خليل ب 70,000 جنيه. يا ابن اللذينة. طب ازاي؟ انت عارف ان انا بقالي 3 سنين مش عارف اجيب منهم جنيه واحد؟ عارف. وعارف كمان ان الشيف حاططهم انها ديون معدومة؟ انا ما عنديش حاجة اسمها ديون معدومة. طالما فلوسنا يبقى لازم نحصلها. طيب قول لي، يعني هم ردوا عليك ازاي لما اتصلت بيهم؟ لا ما هو انا ما اتصلتش، انا طبيت عليهم. هما وثلاثة تانيين كان لينا فلوس عندهم، بس دول تقريبا اللي انا غتت عليهم لغاية لما عرفت اخد الفلوس. والله العظيم يا ابني انت برنس. بص انا هطلع لك مكافأة 5% من المبلغ نفسه. بس انا ما عملتش كده علشان المكافأة. عارف. عارف عيسى ان انت عملت كده عشان الشركة وعشان حبيبها. بس اعتبرني يا سيدي بطلع لك مكافأة صغيرة اهو، بحفزك عشان تجيب بقية فلوس اللي بره. هيحصل ان شاء الله. بس انا كنت طمعان في مكافأة تانية. خير، امرني. الشركة كانت منزلة إعلان عن موظفة علاقات عامة، وأنا عندي جارتي في العمارة بكالوريوس تجارة زي حالتي، بس إيه؟ حتة بنت شاطرة شطارة. خلاص. هتلاقي بكرة الصبح وإن شاء الله خير. مش عارف أقول لك إيه. هشتغل معاك في نفس الشركة؟ قول يا رب. والله صبرتوا ونورتوا يا ولاد. المهم بس يوافقوا عليها يا خالتي. هم يقدروا ما يوافقوش عليا بعد كل اللي أنت عملته عشانهم؟ مش كفاية إن أنت أنقذت حياة الراجل؟ آه. أهو ده بقى اللي أنا كنت خايف منه. تخش الشركة معتمدة عليا مش على مؤهلاتك. هما يلاقوا مؤهلاتي فين اصلا؟ طب ادعوا ربنا بس ان انا اللي وافق عليهم مش هما اللي يوافقوا عليا. انا ما بحبش الواسطه، انا كل اللي عملته لك مش هخليكي تستني في الدور زي بقيه البنات اللي متقدمين للوظيفه. ولازم يا ساره وانت رايحه تلبسي احلى حاجه عندك. ايوه يا بنتي انت هتشتغلي في العلاقات العامه. الانترفيو بكره بتاعك الساعه 11. هسيبك تجهزي من دلوقتي وتحضري السي في بتاعك. مش الساعه 11، طب انا هاجي معاك في العربيه. وتقعدي فين لغايه ميعاد الانترفيو ان شاء الله؟ يعني اقعد في ايه يا ماما اللي اقعد فين؟ هقعد في مكتبك طبعا ومش انا خطيبتك؟ لا. انا مش قايل لهم ان انت خطيبتي، وانت كمان اوعي تغلطي وتقعي بلسانك قدامهم. ليه يا ابني؟ هو في الشغل عندكم ممنوع الواحد يخطب ولا يتجوز؟ لا مش الفكره يا خالتي، بس انا مش عايزهم يقولوا ان انا جايب خطيبتي تشتغل وانا لسه بادئ شغل عندهم. يا سلام. طب ايه رايك بقى ان انا اللي مش عايزاهم يعرفوا انك خطيبي وهعتمد على نفسي وهتشوف يا عيسى. ادعي بس ربنا ان انا استحملك الصبح في الشركه وبالليل في العماره. يا رب انا اللي استحملك. انا كان مالي ومال الشورى الهباب دي. دمك مش خفيف على فكره. اشرفك. والله لا شرف. سلام. السلامة يا ابني. مبروك يا سارة. الله يبارك يا ماما. ماما ايه يا كنت عايزة أقول له شغلني معاك بس اتكسرت. هي جت من عند ربنا يا أبي. حبيبتي. يا ما أنت كريم يا رب. ألبس إيه؟ ألبس. شكرا.
عيسى مهتم بيكي قوي. يا رب ابقى عند حسن ظنه. انتي بقى جارته من امتى؟ من يوم ما اتولدنا تقريبا. اصل احنا حضرتك مولودين في نفس العماره ومولودين في نفس السنه. اوكي اوكي. السي في بتاعي. ده انتي خريجة تجارة زي عيسى من نفس سنة التخرج كمان. وحضرتك عارفة هو اتخرج سنة كام؟ اشتغلتي في مكتب كمبيوتر، محل ملابس، مصنع حلويات، مش كده؟ مظبوط. بس احنا الوظيفة اللي عندنا public relation. لا ما هو انا حضرتك في مكتب الكمبيوتر وفي محل الملابس كنت شغالة مع العملاء على طول، ودي بابليك ريليشن. وعلى فكره انا العملاء كانوا بيطلبوني بالاسم، يعني كانوا بيجوا علشاني. اوكي. احنا الوظيفه اللي عندنا هتتعاملي مع اجانب، يعني فيها انجلش. انتي دراستك ايه؟ خريجه لغات؟ لا انا مدارس حكومه، بس انا الانجليزي بتاعي ماشيني، اصلا كنت شاطره فيه قوي، كنت دايما لما بيجي. خلاص. طيب الحالة الاجتماعية بتاعتك ايه؟ متجوزة؟ مخطوبة؟ لا ولا ده ولا ده. طيب سيبي السي في بتاعك يومين تلاتة ونبقى نرد عليكي. اتفضلي. شكرا. علاء خير؟ يعني ما ردتش عليا في موضوع داليا. انا قلت لك الموضوع ده صعب ومحتاج تفكير. علاء انت عايز تقنعني ان انت كل ده ما فكرتش؟ فكرت وبصراحه كرامتي ناحت عليا. انا مش هقدر اعيش مع واحده مخونانه ومش طايقه تبص في وشي. حلو، يعني موافق على الطلاق؟ اه بس بالشروط اللي اتفقنا عليها. ننزل عن كل حاجة طبعا. اه صحيح، انا ما عنديش مكان تنعيش فيه. اللي انا قلته ده اصل كنت متوقعة انك هتقول لي كده. يعني انا غلطان ان انا امنت لها واتجوزت في شقتها؟ طب اجيب شقة منين دلوقتي انا؟ ايوه علي، انا مش هقدر اقول لداليا سيبي شقتك، ما عندهاش شقة تانية. لا دي بقى مشكلة تانية. ولا مشكلة ولا حاجة. أنا هجيب لك شقة إيجار. أه أنا موت وسم الإيجار ده، ما أحبوش. يعني إيه؟ اشتري لي شقة باسمي. وأهو القسط قريب من الإيجار. لا مش شقة كبيرة أوي، يعني شقة صغيرة. فيها ما أنت هتستخسري في أختك الوحيدة حتة شقة قصاد إيه؟ إنك تخلصيها من الراجل اللي مش طايقاه ومخوناه ومش طايقة تبص في وشه. حاضر. هجيب لك شقة. صغيرة قوي يعني كده تبقى حاجة حلوة. اتفضل. أمل قالت لي إنك عايزاني. كنت بتوصل صورة مش كده؟ مش للدرجة، أنا بس كنت بطمن عملت إيه في الانترفيو. واضح ان امرها يهمك قوي. انا قلت لك قبل كده ان جارتي من زمان ويتيمه وما عندهاش اخوات ولاد. ده انتوا كمان كنتوا في كليه واحده؟ ما هي نص مصر بتخش تجاره. بس شكلها كده مش شاطره زيك. ليه؟ اجتماعيه جدا. يعني الانجليش بتاعها ضعيف جدا. ما اشتغلتش بابليك ريليشن قبل كده. يعني مش هتقبل في الوظيفه؟ والله هي من ناحية الوظيفة هي ما تستحقهاش. إلا لو كان ده هيزعلك. لا طبعاً أنا ما زعلش من الحق. ومصلحة الشركة أهم. بس إيه عايزة؟ يمكن صعبانة عليا عشان أنا عارف ظروفها كويس. ولو من ناحية الإنجليش دي أنا ممكن أخليها تاخد كورسات مكثفة لغاية لما تبقى كويسة. وأفضل جنبها في الشغل لغاية لما تتعلم.
انا لو مش شايف ان هي هيطلع منها حاجه كويسه ما كنتش اتحمست لها بالشكل ده. احنا ممكن نخليها شهر مثلا تحت التمرين. طيب يا عيسى انا هنجحها في التصفيه بتاعتي، بس ياسر هيشوفها وهيشوف اتنين تانيين ويختار واحده ما بينهم. متشكر جدا لحضرتك. نعم عن اذنك. ايوه دخل لي بعدها. ادخل. اتفضل. اهلا بحضرتك يا فندم. ده ياسر بيه صاحب الشركه دي، وهو اللي هيقول اذا كان ينفع تشتغلي معانا هنا ولا لا. خشوا. على فكرة ماما سابت لنا البيت وراحت عند خالته في اسكندرية. عادي بقى يعني، ما انت عارفة ماما كل ما تزعل شوية تسافر. لا بس أنا حاسة إن احنا المرة دي زودناها معاها شوية. لا ما تخافيش، هي ترجع من اسكندرية ناسية موضوع الجواز ده خالص، وبعدين مش هينفع أصلا. ما ينفعش تتجوز وكل الناس دي مش موافقة. بس مش هتبطل تحبه. ممكن ما أسمعش منك الكلمة دي تاني؟ أوكي. عملت إيه مع البنت اللي جابها عايزة؟ هتشغلها معانا؟ أنت شايفة إيه؟ يعني شايفة إنها أقل خبرة في التلاتة. حرام عليكي، مش قوي كده يعني. لا خالص، ما عندهاش خبرة، معهاش لانجوج. بس أنا بصراحة مش عايز أزعل عليسة يعني. بس أنت عمرك ما جاملت حد على حساب الشغل. أيوة بس أنا هشغلها تحت التمرين مثلا، وبعدين أشوف يعني تعمل إيه في الأيام اللي جاية. أوكي، والبنتين التانيين؟ لا دول مش هحتاج لهم دلوقتي خالص. أنت شايف إنها جارة عيسى وبس؟ ليه؟ وانت شايفه حاجه تانية؟ يعني حاسه ان هو مهتم بيها زياده عن اللزوم. اوكي عادي يعني، هي ممكن تبقى صعبانه عليه او يتيمه زي ما هو قال لي. ايوه بس انا سالت البنت قالت لي انا لا متجوزه ولا مخطوبه ولا اي حاجه. طيب لو في حاجه ما بينهم ايه اللي هيخليهم يخبوا؟ يعني يمكن عشان حاجه مش رسمي، وخايف بس برضو يبقى يقول ان هو احنا جايب صاحبتي شغاله معاكوا في الشركه كده يعني. بلاش نستعجل، كله مع الوقت هيبان. انت قادر. مبروك بقيت زميلتي في الشغل. ايوه انت كريم يا رب. طب والله العظيم قلبي كان حاسس انهم هيوافقوا عليها. طبعا يا خالتي، هم يعني كانوا هيلاقوا زيها فين؟ اتعينتي 3 شهور تحت التمرين، بس انا واثق ان بعد اول شهر هتتثبتي. قدامك نص ساعة تلبسي وتحضري نفسك وتنزلي معايا. فين؟ على الشغل طبعا. على طول كده؟ ايوه، مستر ياسر قال انك هتستلمي الشغل النهاردة، وكمان هتبدأي كورس انجليزي على حسابه. ماشية معاك يا عم. لا معلش يا عيسى، انا اصلي ما يعني لسه مش مستعده. مش مستعده؟ مش مستعده ايه؟ حد يضيع فرصه زي دي من ايده؟ انت مجنونه يا بنتي، ما تتكلمي يا خالتي. هي بنتي، عيسى عنده حق، حلاوتها في حموتها. يا جماعه بالراحه، بس انا مش حاسه ان انا مستريحه للشغلانه دي. نعم ده احنا ما صدقنا وافقوا، هنشتغل انا وانت في مكان واحد، وهتروحي وتيجي معايا في العربيه. البنت اخت المدير اصلا مش طايقاني، وحاسه انها هتفضل ورايا لحد ما تطفشني من الشركه خالص. بالعكس، لما تعرف انك من طرفي مستحيل تأذيكي. طيب اديني بس فرصه افكر. سامعه يا خالتي بتقول ايه؟ هتطير الوظيفه من ايديها.
معلش يا روح انت على شغلك وسيبها لي لحد بكره. ماشي، بس اعملي حسابك ان انا مش هتحشر لها في اي حاجه تاني، وبرده مش هسيبها تدور على شغل بطريقتها. السلام عليكم. مع السلامه يا ابني. ليه حكايتك؟ انت مش كنت هتموت على الشغلانه دي؟ صاحب الشركه يا ماما. مين؟ هي بقى ياسر الشواربي اللي كان عمال يتصل بيها من ساعه ما كسر لي الموبايل وجاب لي غيره. أنا رجعت الميزانية بتاعت المناقصة اللي بعتها لنا مها الغزالي، ودي ملحوظاتي عليها. اقعد يا عيسى. الميزانية دي لو اتنفذت زي ما هي هتوفر لنا 3 مليون جنيه. 3 مليون؟ ده على الأقل، ويمكن أكتر كمان. خلاص. أنت بقى تسيبها لي أدرسها براحتي، ممكن؟ تمام، بس يا ريت ما تقولش لمدام مها إن دي ملحوظاتي. أنت عارف هي قد إيه كرهاني من ساعة ما سبتها وجيت لكم. ما تقلقش يا سيدي. هقول لها إن دي ملحوظات أنا. تأمرني بحاجة تاني؟ اه. عايزك تقول لسارة تقعد مع أمل. هتقول لها مواعيد الكورس اللي حجزناه لها. وتعرفها يعني حبة معلومات عن الشغل. حاضر. أول ما تيجي إن شاء الله. أول ما تيجي؟ هي لسه ما جاتش لحد دلوقتي؟ لا هي أصلها قالت لي إن هي محتاجة شوية وقت علشان تستعد. وقت قد إيه يعني؟ مش عارف والله، بس على العموم أنا هسألها لما أرجع للادي إن شاء الله. غريبة أوي يا عيسى. انت فهمتني البنت دي محتاجه الشغل جدا. اه طبعا. انا مش عايز حضرتك تقلق، على العموم هي لو ما جاتش احنا ممكن يبقى حد تاني. نبقى نتناقش في الموضوع ده بعدين. انا اسفك. الو. ايه؟ ما جيتش ليه تستلم الشغل؟ انا ما كنتش اعرف انك صاحب الشركة. وانا كمان ما كنتش اعرف ان انت جارة عيسى. خالي؟ كنت بتحاولي تهربي منك رضا وفي الاخر جيتي لحد عندي. ما تتعبش نفسك، انا خلاص هدور على شغل تاني. مش هتستريحي في اي مكان تاني غير عندي. مش هينفع. ليه مش هينفع؟ ايه؟ لسه خايفة مني؟ ما سألتش نفسك ليه ربنا جابك لحد عندي برجليكي بعد ما فضلت كل ده هربانة مني؟ سألت بس مش لاقي إجابة. لما نتقابل هتعرفي الإجابة بنفسك. لا صعب جدا طبعا. لا مش صعبة خالص. على فكرة احنا محتاجين نقعد مع بعض نص ساعة بس، وصدقيني النص ساعة دي هتفرق معانا احنا الاتنين. أنا أصلي خايفة يعني حد يعرف إننا هنتقابل. عيسى مثلاً؟ عيسى أو أي حد. لا يا سارة ما تخافيش، أنا مش هقول لحد خالص، محدش هيعرف. سلام. سفرة؟ اه طيارتي بعد ساعتين، بس مش هتأخر، أسبوع ورجع. طبعا، ما انت مالكيش زوج مستنيكي هنا. ما انا اللي اتحايلت عليك تيجي معايا وانت اللي مرضتش. انا نفسي نسافر سوا، بس انت اللي تيجي معايا. هو ده وقت يعني حوار زي ده وانا عمال اجري عشان الحق الطيارة؟ لا عندك حق، انا اللي غلطان فعلا. قول بقى انك غيران من نجاحي، ده بدل ما تفرح لي. اغير من نجاحك ازاي لو كنت انا شريك فيه؟ ايه؟ شريكي؟ اه. ما انت ممكن تحاجي على الناس كلها الا انا. لولايا ما كنتيش خدت الماجستير اللي عمل منك استاذه في اكتر من جامعه وبتطلعي في التلفزيون، والله اعلم جاي ايه كمان. ايوه 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 ايوه، اظهر اظهر وبان، قول بقى ان انا من غيرك ما سواش حاجه. لا بس انت اللي عايزه تنسي وقفتي جنبك والمجهود اللي عملته معاكي عشان يبقى لك حجه ان انت تنشغلي عني.
انا ما عنديش وقت ارد عليك براحتي مع الاسف. كويس قوي اني عرفت نيتك قبل ما اسافر. مالها نيتي؟ ردي عليا، مالها نيتي بقى؟ ان شاء الله انت اللي من يوم ما عرفتك وانت ما بتفكريش الا في نفسك. واتجوزتني ليه؟ انت اللي اتجوزتيني ليه؟ طالما انت مش مهتمه بيا ولا بالبيت ولا باي حاجه ممكن تربطنا سوا. عندك ايه غير اللي قلته لي في التليفون؟ عيسى بيحبك؟ هو اللي قالك كده؟ انا بسألك. ايه؟ خايفة تقولي ان هو بيحبك فاطرده من الشركة؟ هو انت ممكن تعمل كده فعلا؟ سارة انا مش وحش قوي كده، وبعدين عمري ما هنسى ان عيسى هو اللي انقذ حياتي. بيحبك، قال بقى يجيبك الشركه عشان تبقى قريبه منه. طيب وانتي؟ انا من ساعه ما وعيت على الدنيا ما شفتش راجل غيره، جوري وابويا واخويا و... صاحبي وزميلي كل حاجة. عمري ما تخيلت ان كل واحدة غيري او كل راجل غيره. عشان عمرك ما عرفتي راجل غيره. جايز. طيب كانت فرصة تشتغلي في شركتي وتبقي جنبه. ده لو ما كنتش انت لسه بتفكر فيه. انت خايفة مني ولا خايفة على عيسى؟ اتنين. ايه صراحتك دي اكتر حاجه عجباني فيكي. يعني انت عايز نكدب عشان تستريح؟ لا خالص، بالعكس خليكي زي ما انت كده بالظبط. وانت كمان من فضلك خليك زي ما انت مع عيسى، وانا اكيد هلاقي شغلانه في اي مكان تاني. مالك اتخضيتي كده ليه لما شفتيني؟ اللي بيني وبينك شغل وبس. طب هنواجههم ازاي لما يعرفوا؟ ولا عايز تعرف علاقتها بعيسى؟ كان لازم اطلقها من زمان قوي. نفسي صدق. كمان ما قالناش ان هو مرتبط بيها مثلا. فهمهم ان انت جارتي وبس. مش معنى تقوليها لي انا بالذات. هي ما كانتش عارف الناس. ايه؟ مفيش اخبار عن ماما؟ لسه ما اعرفش جايه امتى. وانت ما رحتلهاش؟ يعني مش حابه اضغط عليها اكتر من كده. عاوز تقول حاجة؟ للدرجة دي باين عليا؟ أخويا من زمان بقى كده وحافظاك يعني، قرف. أنا قابلت سارة. سارة مين؟ سارة جارة عيسى. جت إمتى دي؟ ليه ما جاتش؟ أنا قابلتها بره. ليه؟ يعني كنت عايز أفهم هي ليه رفضت شغلي بعد ما إحنا وافقنا عليها في الشركة؟ ولا عايز تعرف علاقتها بعيسى؟ ولا انت اللي عايزه تعرفي؟ قالت لك ايه؟ قالت ان هي وعيسى مخطوبين، او يعني مش بالظبط مرتبطين، ومستنيين بس الظروف تتحسن بقى عشان يخلوها رسمي. وايه اللي خلاها غيرت رايها يعني ما تشتغلش معانا؟ هي ما كانتش تعرف انها صاحب الشركه. هي تعرفك قبل كده؟ ايوه. هي دي البنت اللي انت جبتها من الموبايل؟ هي. الصدفة الغريبة دي؟ يعني هي مش صدفة ولا حاجة يعني. أنا كنت طالع عند مها وقابلتها وهي نازلة. واضح كده إن هي كانت جاية تزور عيسى. هو عيسى يعرف إن أنت؟ لا ما يعرفش. ما ينفعش يعرف خالص. عيسى مالك اتخضيتي كده ليه لما شفتيني؟
لا ما اتحضتش، بس انت ما قلتليش يعني انك جاي دلوقتي. وانا ما كنتش جاي، بس انا مش عارف انام قبل ما افهم. عايز تفهم ايه يا عيسى؟ ليه رفضتي تشتغلي معايا؟ هو انا اصلي يعني انا حاسه بصراحه ان هما بيجاملوك علشاني، وانا عايزه اعتمد على نفسي. يا ساره افهمي، انا عايزك معايا، مش هامن عليكي في اي شغل تاني وانت بعيد عني. ما انا لو غلطت هيشيلوك ذنبي. اول مره احس انك مخبيه عني حاجه كبيره. حاجتي انت اللي هتقولي، مفيش حاجه غير اللي قلتها لك. يبقى لازم تفكري تاني. مستر ياسر مديكي مهله لاخر الاسبوع، وانا مش عارف لو سالني عنك تاني هقول له ايه. لا اطمن، مش هيسال. وانتش عرفك بقى ان هو مش هيسال؟ هو يعني مروش غيرنا يا عيسى، اكيد هيفهم ان انا بنت فقريه ومش وش نعمه. ماشي يا ساره، اشتغلتي معايا ما اشتغلتيش برضه عارف ايه اللي خلاكي ترجعي في كلامك فجاه كده. باشا احنا عايزين نقوم هنا زي الاول واحسن كمان. وماله؟ بس بالنسبه للمخازن اتحرقت. والشيكات اللي اتسرقت. خسائر المخازن قد ايه يا ريس؟ 10 مليون جنيه. نعم. ليه يا نعيم؟ كنت بتخزن فيها دهب وانا ما اعرفش. ياسر بيه، احنا اتفقنا تسيبني انا اللي اتكلم. اتفضل يا عيسى. هنقول خسائر المخازن 5 مليون والشيكات كانت ب 3. يبقى انت ليك في ذمتنا 2 مليون جنيه. اه بس ده قليل قوي. انت رضيت بحكمي من قبل ما نقعد. وبالنسبه لل 2 مليون هاخدهم ازاي؟ لا انت مش هتاخدهم. مش فاهم. دول بقى هنعتبرهم عربون صلح قصاد الرصاصه اللي جت في كتف ياسر بيه، واللي الحمد لله انها ما جاتش في القلب. ساعتها بقى ما كنتش هتقدر تفدي نفسك باي فلوس. انا موضوع الرصاصه ده ماليش علاقه بيه خالص. خلاص. انا برضو ماليش دعوه بموضوع المخزن اللي اتحرقت. وبالنسبه للمناقصه اللي خدتها مني انت ومال غزالي. لا يا نعيم، دي اعتبرها رد توكيل المانيا اللي انت خطفته مني في اخر لحظه، صح؟ بيتهيالي كده هنقوم حبايب وهنفتح صفحه جديده. كنت رايح فين؟ أنا كنت جاي لحضرتك. أنا قريت الملفات اللي أنت بعتها لي. إحنا لو قدرنا ننفذ الكلام ده بجد هنبقى وفرنا كتير قوي من ميزانية المشروع. لا ولسه هنوفر أكتر من كده كمان. انت جاي لي ليه؟ مستر ياسر اداني مكافأة عشان صالحته على نعيم. حكالي كان راجع مبسوط قوي امبارح. وقال لك المكافأة كام؟ الصراحة لا. 10,000 جنيه. أنا ظهرت لحضرتك الشيك وكنت جاي لك دلوقتي علشان أدهولك. ليه؟ أنت ناسية السلفة اللي أنت اديتيها لي؟ الدين اللي كان عليا المهم؟ ما أنا أكيد مش هاخد المكافأة اللي أنت لسه ما لحقتش تفرح بيها. لا وانا مش هفرح الا لو سددت الفلوس اللي عليا. ومين قالك انك تسددها؟ اعتبرها مكافاه مني انا كمان. مكافاه؟ على ايه؟ على الفلوس اللي هتوفرها من الميزانيه. انا اسف. صحيح انا شفت كذا بنت في وظيفه السكرتيره. مش وقت. بس عندك امل دايره ترجع؟ مش هلاقي سكرتيره في شطارتها. انا مش فاهم انت مش قايله نفسك الذنب بتاعها ليه؟ مع انه المفروض انا اللي احس بالذنب. كان لازم اطلقها من زمان قوي. كانش ينفع افضل متجوزه وانا بحب اختها. هعمل نفسي مش سامعه هيك. مش هتقدري. لان انت عارفه كويس ان اكتر واحد بحبك. واهو
ما بقاش في اي حاجه تمنعنا ان احنا نتجوز. انت مجنون؟ عايزني اتجوزك واخسر اختي؟ خلاص نتجوز في السر لغايه يعني ما هي تلاقي ابن الحلال وتتجوز. انسى اللي بيني وبينك شغله وبس. اوعى تفتكر شويه الورق اللي احنا ستفناهم مع بعض هيخلوني مستحملك اكتر من كده. لا ما الحكايه مش حكايه ورق احنا ستفناه. انا اللي عملت اي حاجه انت فيها دلوقتي وخدت الثمن وبقيت اللي انت فيه ده دلوقتي. مفيش حاجه ليها طعم من غيرك. كده هدور على سكرتيره ومدير حسابات. انت بتهدديني الرفض؟ لو عديت حدودك. حتى لو عرفت تطردني من الشركه مش هتعرف تطلعيني من حياتك. قلتلي انك لقيت حل. ايوه طبعا انا خلاص موافق ان انت تشتغلي معانا من غير ما تسيبي عيسى. ايه مش مصدقاني ولا ايه؟ هو انت قلت كده لعيسى؟ لا طبعا عيسى ما يعرفش ان انا وانت قاعدين دلوقتي مع بعض وما يعرفش اصلا ان انا اعرفك من قبل ما تيجي الشركه. طيب هو انت فهمته ان انت عرفت ان انا وهو؟ لا طبعا هو اللي للأسف فاهم إن أنا معرفش أي حاجة خالص وأنا سايبه على كده. ليه؟ لأني مش عاوز أخسره. محتاجه معايا في الشغل ومحتاجك أنت كمان. يعني أنت عايز تفهمني إن أنت فجأة كده ممكن تنسى؟ أكيد مش فجأة يعني بس لما أعجبت بيكي ما كنتش عارف إن أنت مرتبطة. يعني أنا أفهم من كلامك إن أنت مش هتكره عيسى حتى لو خطبني رسمي واتجوزنا؟ كان ممكن. كان ممكن أكرهه لو هو اللي فرق ما بيني وما بينك. بس للأسف بقى أنتوا الاتنين مرتبطين من الأول. وعلى فكرة أنا فير جدا في الحاجات دي. ما أقدرش أبدا أفرق ما بين اتنين بيحبوا بعض. أقول لك على حاجة كمان أنا أقدر أساعدكم إن أنتوا تتجوزوا في أسرع وقت. طيب خلاص. يبقى مفيش داعي ان انا اشتغل معاكم. صعب ساعتها عيسى ممكن يشك ويفضل يسأل كتير لحد ما يعرف الحقيقة وساعتها ممكن يسيب الشغل وانا هو نخسر بعض خالص. نفسي اصدقك. انا مش محتاجة اكذب عليك. يلا انت اكيد النهارده هتشوفي عيسى صح؟ قولي له انت فكرت كويس وافقت انك تشتغلي في الشركة. اتفقنا؟ عارف انك بتحب البحر. خايفة مختار. خايفة من ايه بس؟ هو احنا مش خلاص اتجوزنا؟ بس اتجوزنا في السر. بس جواز رسمي. مفيش جواز رسمي بيفضل في السر. طب كنا هنعمل ايه؟ اذا كان الولاد ما بيفكروش غير في نفسهم وبس، مش حاسين بينا خالص. طب هنواجههم ازاي لما يعرفوا؟ ممكن ما تفكريش في المواضيع دلوقتي خالص وخلينا فرحانين بأحلى حاجة عملناها في حياتنا. قصدك أجن حاجة عملناها في حياتنا؟ وماله؟ ما انتي لما كنتيش بتحبيني ما كنتيش اتجننتي معايا. أنا مش عارفة بس أبقى قاعدة ساي مع الولاد وأروح أقابلك من وراه. هنتعود على كده لحد ما نعلن جوازنا إن شاء الله. وبعدين كنا هنعمل إيه يعني؟ أهو هتبقي معايا يا ستي كل يوم في المطعم. أه هتمتع بيكي وأشوفك كل شوية. لو النبي بلاش المطعم هيشكوا فينا. يشكوا فينا إيه بس؟ بالعكس ده انتي لو ما نزلتيش معايا الشغل هم فعلا هيشكوا فينا. هنتقابل فين؟ في شقة الزمالك. لو النبي بلاش شقة الزمالك هم عارفينها والبواب ممكن يقول لهم. انت ليه محسسانا ان احنا بنعمل حاجة حرام ولا عيب؟ ايه هو ده؟ احنا ما بنعملش حاجة على فكرة مش مظبوطة. حاسة ان احنا عاملين عاملة. طب هقول لك حاجة حلوة. انا هاخد لك شقة قريبة من المطعم. صباح الخير. صباح. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ حد يقول كده لزميلته جديدة في الشغل؟ زميلتي؟ أيوه. بص بصراحة أنا قلبتها في دماغي كتير وخفت أرفض الشغلانة يعني لا تزعل مني. أيوه بس أنت كده جدي متأخر. المهلة اللي مديها لنا مستر ياسر خلصت من يومين. يا سيدي ما جاتش على يومين يعني.
طيب تعالي نشوف هنتحايل عليه بقى ولا هنعمل. نتحايل على مين يا ابني؟ هو اللي عايزنا. هو انا ما بخافش غير من الكلام ده. لا ما تخافش اصلا، عشان انا عديت عليه قبل ما اجي لك وما جابليش سيره اليومين ولا كل الكلام ده. عديت يعني؟ ده ايه الجرأه دي؟ تلمستك. طب اقول لك ايه؟ تستلم الشغل معانا؟ امال انا جايه لك ليه؟ اخيرا هنبقى مع بعض في شغل واحد. ايوه عشان عينك دي ما تزوخش لا كده ولا كده. تزوخ فين؟ تزوخ فين؟ المهم انت اللي تبطلي جنانك، ما تحسسهمش انك بتغيري عليا، علشان انا هم فهمهم ان انت جارتي وبس. اطمن انا ما قلتش حاجه تانية غير كده. كنت فاكره انها مش راجعه تاني. لا بقى، هي طلعت ذكيه وما ضيعتش الوظيفه من ايديها، مع ان انا عارفه انك لسه بتفكر فيها. مين اللي قال لك كده؟ انت بنفسك قلت لي ان دي البنت بتاعت الموبايل اللي دوخ ايدك ورا. ايوه بس خلاص يعني بقى، عرفت ان هي شبه مخطوبه. اه وانت بقى فجاه كده هتدوس على الزرار وتنساها يعني؟ مش ما عنديش حل تاني. طب مش خايف ان عيسى يعرف انك؟ هو انت ليه متخيله ان انا ممكن ابقى خايف من عيسى؟ مش الفكره، انا بس مش عايزاك تخسر بعض اللي عمله عشان انا اللي عملت عشانه حاجات كتير جدا. انا لما شغلته هنا كنت ممكن اخسر مها فيها. انا مش فاهمه انت ليه مصمم تشغل البنت دي معانا، مش فاهمه. انا اللي مش فاهم، هو انت ليه عامله له حساب قوي كده؟ مش عيسى، مش الفكره، كل الموضوع ان انا مش مرتاحه لساره دي بعد ما وافقت انها تشتغل معاك وهي مرتبطه بحد تاني. في ايه؟ ما هو كمان ما قالناش ان هو مرتبط بيها مثلا، فهمنا ان هي بنت جارته وظروفها صعبه وغلبانه وعمل فيلم هندي غريب كده شبهه. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني اهدي كده شويه، مع الوقت هنكتشف هما مرتبطين ولا لا، كله هيبان. شايفك احسن المره دي. ما بنامش كويس خالص. هغير لك المهدئ تاني بعد اللي احنا غيرناه. بس اكتشفت دواء جديد انا شخصيا بنام عليه اليومين دول. وانت تعبان زيي؟ مش بالظبط، بس مراتي مسافره في شغل وبقعد كتير لوحدي. قربت ترجع؟ حتى لو رجعت برضه افضل لوحدي. ليه؟ من ساعه ما اتجوزنا وهي مشغوله عني ونسيت كل اللي انا عملته عشان توصل اللي هي فيه. بتحبها؟ مش عارف هفضل بحبها لغايه امتى. طب وهي؟ هي انا في اخر لسته الحاجات اللي هي بتحبها. ما تقعد تتكلم معاها وتقول لها. في حاجات لما بتطلب بيبقى دمها تقيل قوي. ايوه بس انت لازم تفهمها. مش لازم تفهم، لازم تحس لوحدها. بس انت كده مصعبها على نفسك قوي على فكره. اه صعبتها على نفسي من الاول لما قدمت تنازلات كتير وكنت مستني انها تردها لي. برضه انت هتفضل مشكلتك بسيطه، على الاقل يعني مفيش حد فيكم خانه تاني. انا حاسس ان مراتي بتخون مع شغلها، واخدها طول الوقت عني وغدرت بيا لما قالت لي انها هتفضلي بعد الماجستير، شغلت عني اكتر. انا مش عارفه بصراحه اقول لك ايه. مفيش حاجة، سيبك من موضوعي أنا، خلينا في موضوعك أنت. لقيت شغل؟ لسه مش لاقي حاجة مناسبة لغاية دلوقتي. عندك مهنة تشتغلي سكرتيري الدكتور؟ دكتور مين؟ أنا. مبروك. شكرا. عيسى فهمك طبيعة شغلك؟
لا بس مستر ياسر قال لي انه هيقعد معايا وهيفهمني على كل حاجه. مستر ياسر مش فاضي، انت هتقعدي معايا انا. ماشي. ويا ريت تتعلمي بسرعه عشان ما عندناش وقت نضيعه اكتر من كده. حاضر. قولي لي، قدمتي على كورس الانجليش؟ لسه. لا، ما انت لازم تبقي فاهمه ان انت تحت التمرين، لو ما اتعلمتيش بسرعه هنشوف حد تاني غيرك. كل تعليماتك هتاخديها مني انا، وكل الريبورتس هتقدمها لي انا، مش مستر ياسر ولا عيسى. لا بس مستر ياسر ما قاليش كده. مستر ياسر مش هيكون فاضي عشان يقول لك حاجه. وخلصي اللي وراكي وتعالي ورايا على المكتب. اوكي. شكرا يا ريس على تعيين سارة. على ايه بس يا عم عيسى؟ انت تؤمر. عايزك بس تعرفها ان انت توسط لها عشان تتعين. بس مش هينفع يعني توسط لها على طول. اطمن، انا هفضل جنبها لغايه لما افهمها الشغل ماشي ازاي. لا يا عيسى. لا. انا عايزك تفضل جنبنا عشان نرجع البضاعه المركونه في المينا دي. هما لسه ما افرجوش عنها لغايه دلوقتي؟ تخيل. مع ان ورقنا كله في السليم، بس هما جايبين مأمور جمارك كده جديد معقد لنا الدنيا. طب انا اقدر اساعد ازاي في حاجه زي كده؟ والله لما فكرت لقيت مفيش حد احسن منك هو اللي يحل المشكله دي. زي ما عرفت كده تحل مشكله نعيم. قصدك اسافر له اسكندريه؟ بالظبط كده. تجيب اخره وتبلغني عشان اعرف اتعامل معاه ازاي. تحت امرك. بس انا مش عايزك ترجع من هناك غير وانت مخلص البضاعه من المينا. انا مش حامل اي خساره تاني. طمن يا ريس، مفيش خساره تاني ان شاء الله. ان شاء الله. استاذن انا؟ اتفضل. وانا هقعد معاك عربيه بسواق وحجز لك فندق على البحر عشان تفتح نفسك على الشغل. بعد اذنك يا ريس. اتفضل. عرفت انهم جابوا موظف جديد معاك. ده يمكن يكون جاي بدالي. بدالك؟ قصدك ايه؟ انا مش عارف هرجع الشغل امتى يا وليد، وفي نفس الوقت كنت جاي اخد شويه حاجات وماشي على طول. ده ليه كده؟ سام مراتي تعبانه قوي وحالتها مش مستقره، ما اقدرش اسيبها لوحدها. ما انا سمعتك وانت بتقول الكلام ده لسلمى لما كنت عندنا في البيت. مش عارف انك موجود او انك سمعت. انا سمعتك وشفتك كمان لما كنت جاي تاخد بنتك. حقيقة يا وليد انا عايز اشكرك واشكر الاسرة جدا انكوا استضفتوا بنتي واحنا مسافرين، بجد متشكر قوي. سيدي لا شكر على واجب ولا حاجة. بس يعني كان عندي سؤال كده. اتفضل. انت يعني ممكن يحصل لك ظروف تانية تخليك تجيب بنتك عندنا تاني ولا تمام كده الحمد لله؟ لا يا وليد اطمن، احنا خلاص رجعنا من السفر. طب الحمد لله. معلش انت عارف بقى مسؤولية كبيرة برضه على سلمى. سلمى لسه صغيرة مش فاهمنا المسؤوليات دي كلها. يا رب ما اكونش اشتكيت لك من حاجة. والله يا في العادة مش بتشتكي. خصوصا بقى لو في أي موضوع يخصك أنت بالذات. وليد عايز أقول لك إن سلمى ما عندهاش أي حاجة تخصني ممكن تخبيها عنك. تمام. بس لو اتثبت لي بقى عكس كده. قصدك إيه؟ شوف يا شريف، باختصار كده ومن غير ما ندخل في تفاصيل، سلمى تبقى اختي الوحيده، والفتره الجايه شكلها كده هتكون مشغوله عندكم عشان بتقدم لها عريس وبال بنتك. ربنا يوفقها. ربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. استاذنك بقى عشان عندي شويه شغل. نزل والناس لسه ما جوش. ياسمين مش حضرتك قلت لي ان ده غداء عمل؟ ايوه انا قلت فعلا ان هو غداء عمل، بس ما قلتش ان في ناس. امال غداء عمل مع مين؟ انا وانت. من غير عملاء؟ ايوه اعتبريها يا ست انها تجربه لحد ما يجي عملاء. تجربه؟ على فكره الشغلانه مش سهله زي ما انت فاهمه، لازم تتمرني عليها كويس قوي. وانا هتمرن ان انا اكل الاكل ده كله لوحدي؟ ايوه يا ساره. تمرني انك تاكلي ازاي؟ تتكلمي ازاي؟ تقولي ايه؟ تسكتي امتى؟ تفهميني من عينيا انا عاوزك تتصرفي ازاي مع مين وامتى وليه؟
يا نهار ابيض، دي باين عليها شغلانه صعبه قوي. ايوه طبعا. وبعدين انت هتبقي واجهه الشركه، انت اول حد الناس هتقابله، وانت عارفه الانطباع الاول هو اللي بيدوم. طب انا ممكن اسالك بس، هو انت ليه قررت تغامر بواحده جديده زي؟ يمكن عشان واثق ان انت هتنجحي. وهتبدا تعلمني امتى؟ من دلوقتي لو حبيتي. ايه ده؟ ده عنوان بيوتي سنتر بتاع واحده صاحبتي، انا كلمتها عنك وهي هتعمل لك نيو لوك. نيو لوك؟ انت حلوه وزي القمر، بس هي هتخليكي احلى. انت بس سيبي لها نفسك، هتطلعي من هناك واحده تانية خالص. هو ليه طيب ده كله؟ قلت لك عشان الشغل. وانا كمان هبعتك لستايلست وخبير اتيكيت، اقل من اسبوع هتلاقي نفسك واحده تانية خالص. كل حد اعرفه؟ عيسى. عيسى غريبه انه بيكلمك دلوقتي. ليه يعني؟ عشان عارف ان هو ورانيا النهارده عندهم زحمه شغل كبيره جدا. هي ميس رانيا مع عيسى في اسكندريه؟ ايوه ميس رانيا مع عيسى. هو ما قالكيش؟ لا. طيب ايه؟ تردي عليه؟ مش عارف. أول درس بقى تعلمين النهاردة وإحنا في الشغل مش بنرد على تليفونات خالص. يلا كلي كلي بقى. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا رب تكوني أحسن دلوقتي. ما أعرف إن أنا زي ما سافرت زي ما رجعت. مش خايفة من الموت على فكرة، أنا بس قلقانة على يارا. لا خايفة عليها أوي. إن شاء الله تقومي لها بالسلامة، ربنا يخليكوا لبعض. سلمى أنا طلبتك دلوقتي مش هقول لك وصيتي، بس توعديني تقوليهاش لحد بعد ما اموت. مش معنى تقوليها لي انا بالذات؟ علشان انتي جوزي من الوصيه دي. انا؟ ايوه. يا رب تحبك. وانا مش هطمن عليها مع حد غيرك. انتي الوحيده اللي ممكن تكوني لها امي تاني. أنا مش فاهمة حاجة. أنتي بتحبيها؟ بتحبي شريف كمان؟ أيوة مدام سهام، بس أنا مش محتاجة تنفيلي وتبرر لي عيشي. اسمعني وبس يا سلمى، ما تقطعنيش. أنا وصيتي ليكي بعد ما أموت تتجوزي شريف، هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتخليكي جنبي ورا طول الوقت. محدش هيحبها قدك ويخلي باله منها زيك. دي أغرب وصية سمعتها في حياتي. تقولي لي شريف بس في الوقت المناسب. أنا عارفة إنه مكبر منك في السن وهيبقى أرمل. وعنده بنت، وانتي ما سبقلكيش الجواز قبل كده. هتلاقي ناس كتير تقف قصاد جوازكم ده. عايزاكي تقفي قصاد الناس دول على قد ما بتحبي يارا وشريف. وعديني من دلوقتي يا سلمى، وعديني.
ما كنتش عارفه انك شاطر قوي كده. من بعد ما عندكم ده اكيد ياسر اكيد عايز يطمن على الصفحه. اكيد اهو. الو اي ياسر مبروك. مش قادره اقول لك عيسى عمل مجهود قد ايه مع المأمور الجديد عشان ياخد الافراج. ان شاء الله بكره البضاعه هتكون موجوده في المخازن. اوكي يلا باي. حضر نفسك بقى مكافاه جديده. المهم الشحنه توصل بخير. بقول لك ايه، ايه رايك يعني لو نبات النهارده ونمشي بكره؟ ايوه بس ايه انا ما لحقتش اشم هوا اسكندريه. معلش خليها مره تانية، انا اصلا مش هينفع اتاخر عن البيت اكتر من كده. عن البيت ولا عن ساره؟ هطلع احضر شنطتي. انا اسف. اخيرا جيت. ما انت شايفاني مشغول قد ايه يا امل؟ بساره ها؟ انت اللي جبت لها الموبايل عمال تفكر فيها من ساعتها. انت عرفتي منين؟ مهم ان انا عرفت. بتراقبيني يا امل؟ لسه ما نسيتش ان انا مراتك. طيب يا حبيبتي بصي الموضوع ابسط من كده بكتير. عيله غلبانه وقعت لها موبايلها اتكسر، جبت لها موبايل مكانه بس. والغلبانه دي بقى ايه اللي جابها الشركه؟ عيسى. قال لي انها جارته محتاجه الشغل. وانت طبعا ما تقدرش ترفض له طلب عشان انت عارفه هو عمل ايه عشاني. طب انت عارف بقى ان هما مش بس جيران؟ عارف انهم بيحبوا بعض؟ عارف. ويلا عارف بقى متخيل عيسى هيعمل ايه لما يعرف ان انت عايز تاخدها منه؟ هو انت بتقولي ايه دلوقتي؟ محدش فاهمك قد ايه يا ياسر. البنت دي سحلتك بس عيسى مش هيسيبها لك حتى لو هي ضعفت شويه قدام الحاجات الكتير اللي انت هتديها لها. انت بتهدديني بعيسى؟ بتهيألي لو كنت مكاني ما كنتش هتعمل غير كده. ايه يا امل؟ مالك؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيت انا مين؟ بصي يا حبيبتي انا لما عاوز اعمل اي حاجه في الدنيا ولا انتي ولا عيسى ولا الدنيا كلها هتقدر تمنعني. صح؟ وبجد انا غلطان اني جيت لك. مساء الخير يا فندم. صدقني ما عرفتكيش. ايه رايك؟ هو ده بقى اللي بيقولوا عليه نيو لوك؟ اهو تغيير. تغيير؟ وبمناسبه ايه التغيير ده بقى؟ بمناسبه الوظيفه الجديده. الوظيفه الجديده؟ تلاقي كده دفعت الشهرين المقدم اللي خدتيهم. سيدي يعني هم اخر شهرين يعني يا عيسى. وما ترديش على تليفوناتي ليه من امبارح؟ أنا كنت في اجتماع شغل وشفت رقمك متأخر. خفت أرجع أكلمك تكون نمت. طب وتاني يوم؟ النهارده يعني؟ ما أديك شايف أنا كنت مشغولة في إيه؟ فعلاً. النيو لوك الجديد شكله أهم مني. لا عيسى. عيسى عشان خاطري ما تبقاش رخم. تلاقيك راجع من السفر تعبان. أنا كمان مجهدة قوي طول اليوم. خلينا نتكلم بكرة أحسن. تصبح على خير. Thank you.